وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته